يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في الحلقه الثالثه من برنامج اخبار هوليوود، البرنامج اللي ناخذ فيه لفه على اهم اخبار الممثلين والممثلات والسينما والتلفزيون واي شيء له علاقه بهذا العالم خلال الفتره الماضيه. كالعاده يا جماعه، لانه الموضوع بسيط وواضح ما راح اطول عليكم في المقدمه، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. ولا من هذا كله، لو عجبكم الفيديو اعطوه واحد لايك لانه مره مهم وبيساعدني كثير. غير كذا يلا خلونا نشوف شخبار هوليوود. الممثل الراحل والمحبوب بول وولكر راح يتم وضع نجمة خاصة فيه في ممشى هوليوود الشهير من باب التكريم وتخليدا لذكراه، يعني يستاهل ابو وولكر برضه. امبر هيرد تصرح في اول لقاء تلفزيوني لها بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب وتقول بكل دم بارد: ما زلت احبه وان له مكانا كبيرا في قلبي. مش هو دي المنطق أو. وعلى طار القطة، يعني أمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب قررت وارنر براذرز إنه البنت دي بح، مش عايزين نشوفها مرة تانية في فيلم أكوامان الجزء الثاني، وراح نحذف كل المشاهد اللي صورتها. الناس انبسطوا: أو ماي جاد يس، إنها العدالة. بس أحب أقول لكم الكلام ده طلع فاضي، ولا منه أي فائدة، ولا هو صحيح ولا أي شيء. وحطوا بالكم يا جماعة، بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب راح تسمعوا أخبار كثيرة زي كذا تقول لكم أو طردوها، أو شالوها، أو قش. لا تصدقون اي اخبار لها علاقه بامبر هيرد حاليا الا من مصادر موثوقه زي قناه الوجيه مثلا. وعلى الطاري امبر هيرد برضو، تم التقاط صور لها وهي تتسوق في محل يقال، مش اكيد ها، شوفوا لاحظوا اني قلت يقال علشان ما اعطيكم شيء اقول لكم رسمي، لا يقال انه محل حق بضائع مقلده تشتري ملابس على قدها زي البشر الطبيعيين مش زي الاثرياء. ما عندي اي تعليق على الموضوع سوى اني احب اقول لكم حاجه يا جماعه: ارحموا عزيز قوم ذل، البنت غلطت واكلت على راسها، سيبوها في حالها كفايه بقى. كيفن سبيسي يخرج من السجن بكفالة غير مشروطة. هو كان في السجن يا وجيه، الادمي متحرش كبير. اللي بقوله لكم يعني كيفن سبيسي بعد مسيرة حافلة كذا في هوليوود بدأ يدحدر للأسف، يعني وضعه في محاكم أمريكا مرة سيء. لتفاصيل أكثر عن قصة كيفن سبيسي ادخلوا على قناتي، راح تلاقوا فيديو كامل لقصة حياته وكل التفاصيل المتعلقة بقضيته. مسلسل ويست وورلد يحصل على إعلان دعائي للموسم الرابع. انتوا لاحظين اني متحمس لاني انا مرة احب المسلسل هذا، بالرغم من انه نهاية الموسم الثالث ما كانت قد كده، بس برضو ايش يظل المسلسل له التقدير والاحترام. تقدرون الان تشوفون التريلر موجود على اليوتيوب. للامانة تابعت الاعلان ويبدو انه جدا مثير للاهتمام. المسلسل بدأ ياخذ اتجاهات كذا وايش ومسارات مختلفة ورهيبة. وبرضو لا تخلونا نتحمس اكثر من اللازم: او ماي جاد ويست وورلد بيجي الموسم الرابع واخر شيء يطلع بطيخة. لا خلونا ايش ما نتحمس اكثر من اللازم، ننتظر ونشوف. ديزني تقرر انتاج فيلم لشخصية هيركليز الشهيرة. الفيلم زمان كان في منه انيميشن خفيف لطيف ظريف كذا طفولي، ولكن الان راح يتم تصوير فيلم حي او حقيقي لنفس القصه. هذا توجه ديزني، تحول الانميات حقها القديمه الى افلام حيه تقريبا كلها فاشله ما في ولا شيء سنع. وقع الاختيار على المخرج جاي ريتشي لاخراج هذا الفيلم، علما انه جاي ريتشي ياب المخرج المحبوب اللي انا مره احبه واحب معظم افلامه هو اللي اخرج علاء الدين الفيلم الحي، ياب برضه بيخرج هركليز. اشاعات حول، لاحظوا اني ابتسمت، اشاعات حول مشاركه المغنيه ليدي غاغا بالجزء الثاني من فيلم جوكر. فيلم الجوكر رسميا ايش قالوا خلاص انه راح ينزل منه جزء ثاني، هذه شفناها ايش في صفحه تود فيليبس المخرج تبع فيلم جوكر. انتشرت اخبار قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه تقول انه فيلم الجوكر الجزء الثاني راح يكون فيلم موسيقي وغنائي. تعالي يا بنتي غاغا عاوز مني ايه يا جوكر، كيف شلون ازاي ما اعرف صراحه. لا وكمان ليدي غاغا يقال انها راح تؤدي شخصيه هارلي كوين، كيف شلون ازاي برضو والله مش عارف. السؤال الحين، انا ما عندي مشكله بس انت ليش زعلان؟ ايش مسويت لك ليدي غاغا؟ مسكينه يا اخي، فيلم موسيقي وليدي غاغا تغني والجوكر يرقص كذا في الدرج، بيكون فيلم رهيب. امزح معاكم، ننتظر ونشوف. ما تدروا ما تدروا، خلوا عندكم ثقه، خلوا عندكم ايمان. انا احترم تود فيليبس ومتاكد انه راح يقدم لنا جزء ثاني جدا مجنون. رسميا انضمت الممثله اللطيفه سيدني سويني الى فيلم مارفل القادم سنه 2023 مدام ويب او مدام شبكه. ياب مدام شبكه، شبكه عنكبوت. عشاق مسلسل ايفوريا لا تتحمسوا بزياده، سيدني سويني ما راح تكون هي مدام ويب، راح تكون شخصيه داخل الفيلم ما هو معلن عنها للحين،
ولكن شخصية مدام ويب راح تقدمها الممثلة داكوتا جونسون. وفي حال انك تسأل يا وجيه ايش هي مدام ويب، ايش هي مدام شبكة دي، ايش بتصيد يعني معاها شبكة عنكبوت وسبايدر مان؟ حلو عليك، حاجة زي سبايدر مان كذا، مش سبايدر وومن ولا سبايدر جير، لا حاجة مختلفة شوية، واحدة كذا عجوزة كبيرة في السن وتميل الى الشر اكثر في الكوميك. وبرضو ايش نكرر ونقول ننتظر ونشوف احنا ايش خسرانين. وللمرة الثالثة في فقرتنا الاسبوعية فيلم توب جان مافريك يصبح رسميا الفيلم الأعلى تحقيقا للأرباح في سجل توم كروز، حيث وصلت إيراداته إلى أكثر من 800 مليون دولار. دايم يا توم كروز، إذا ما شفت الفيلم للحين احجز الآن تذكرتك في السينما وانطلق وشوفه في أكبر شاشة، ضروري تكون أكبر شاشة موجودة. إذا أنت عندنا في الطائف ما معاك إلا ستاندر، الله يعوضنا ويعوضك خير، شوفوا ستاندر. حضر آل باتشينو وروبرت دينيرو في مهرجان تريبيكا الأسبوع الماضي، وذلك تكريما وإحياء للذكرى 50 للفيلم الرائع والأيقوني The Godfather أو العراب. ظهور وصورة عنوانها ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشي. أخ يا أخي أتألم لما أشوف الممثلين كذا، أشوف لهم أفلام قديمة بعز شبابهم وفجأة أشوفهم كذا بذا السن، واضح إن دراما صح؟ yeah. رسميا بدأت مارفل في تصوير مسلسل آيرون هارت، واللي بناء على الكوميك بوك تقريبا هذه آيرون هارت هي بنت مراهقة اتخذت آيرون مان يعني إيش زي ما تقول قدوة لها، وجلست تحاول كذا تصنع بدلة خاصة فيها، ولاحقا جاء ودعمها توني ستارك وخلاها تصنع بدل بشكل أفضل. ولكن بحكم أن توني ستارك عشق، ما عندي فكرة كيف ممكن يتم كتابة القصة، ولكن بشكل أو بآخر البنت ذي راح تكون هي آيرون وومن، آيرون جيرل، آيرون البنية، آيرون السي، تميها ما شئت. وبحكم أنه مسلسل ما ودي أرفع سقف طموحاتي، فننتظر ونشوف. أوكي، مسلسل كونغ فو باندا راح يصدر رسميا يوم 14 يوليو على منصة نتفليكس. ياب ياب، نفس الكونغ فو باندا اللي كان فيه منه أجزاء كثيرة ونزلت في السنوات الماضية، الآن راح نشوف له مسلسل من إنتاج نتفليكس وراح يعرض على منصة نتفليكس. أنا مش متحمس، بس جود بنتي مرة مبسوطة من حقها. رسميا وعن طريق حساب النجم توم هاردي في إنستغرام، يحصل فيلم فينوم على جزء ثالث، حيث نشر توم هاردي على حسابه في إنستغرام صورة من سكريبت الجزء الثالث لفيلم فينوم، وكان عنوان الفيلم في السكريبت The Last دانس أو الرقصة الأخيرة، واللي تشير إنه هذا الفيلم الثالث لفينوم ربما يكون الأخير. HBO تعلنها البدء رسميا بتطوير مسلسل مشتق من عالم Game of Thrones خاص وحصري لشخصية جون سنو. جون سنو you know nothing، جون سنو the bastard ما غيره. يب، جون سنو راح يكون له مسلسل خاص مشتق من عالم Game of Thrones. وللأمانة وحسب اطلاعي على الانترنت انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ما بين مؤيد ومتحمس، وما بين رافض ومنفس، وما بين مصدوم ما يدري ايش من بقعة جاية. ما يهم انا ولا يهم ذوليك، انت عزيزي الوجيه ايش رايك في الخطوة ذي؟ متحمس لمسلسل جون سنو؟ كريس ايفنز مؤدي شخصية كابتن امريكا وكذلك شخصية باز يطير في فيلم لايت يير القادم، بعد ما منعوا فيلمه في الدول العربية بسبب ترويجه للمثلية. هذا اللي قالوا لك ايش سكت دهرا ونطق كفرا، ايش قال عننا، ايش قال عن العرب، ايش قال عن الدول اللي منعت عرض فيلم لايت يير بسبب ترويجه للمثلية؟ قال عن العرب انهم اغبياء وراح ينقرضون مثل الديناصورات يوما ما. وانا احب اقول لك باسمي وباسم كل المتابعين والمجتمع العربي، ليتهم رقدوا ذيك الليلة. كريس ايفنز برضه مؤدي شخصية كابتن امريكا، ليش في كريس ايفنز مرة ثانية في اخبار اليوم ها يا مخرج ليه؟ عموما كريس ايفنز برضه مؤدي شخصية كابتن امريكا يقول حلم حياتي اني اكون ولو جزء بسيط من عالم ستار وورز. حلو حلو يا كريس، واضح انك فاضي، واضح ان سوقك انضرب، ولو جزء بسيط. الله المستعان، بعد ما كنت كابتن امريكا الحين تدور اي دور في ستار وورز ليه؟ كريس ايفنز ليش في كريس ايفنز ثلاث اخبار اليوم؟ مو مشكله يا مخرج، اختار اخبار كويسه، انا اللي اختار، انا المخرج. اوكي، كريس ايفنز برضو يقول فكره اني ارجع لشخصيتي في فانتاستيك فور، ظهر في فانتاستيك فور زمان ايام ما كان احد يعرف اصلا، فيقول فكره اني ارجع الى فانتاستيك فور اسهل من اني ارجع لكابتن امريكا. طيب انا استفدت ايه؟ طيب نشوف يا مخرج، باقي شيء للسبك هذا؟ لا حلو، نروح للخبر اللي بعده. مؤدي شخصية دفلاش يا جماعة من فترة دخل في مشاكل مع الشرطة بتهمة انه عنيف وعدائي وسريع الغضب وانفعالي ومن هذا الكلام ويضرب هيروين. خلاص الكلام انه كان في مرة من المرات في سكن خاص واضطروا انهم يطردوه بالغصب. اطلع برا يا قليل الادب، بسبب انه ايش ادم عدائي ويصيح على الرايح والجاي ومشاكله كثير، وعصب وقلب ام الصحون وكسر الدنيا ورمى كرسي على واحدة ست غلبانة او بنت
في راسها. مسكته الشرطة مرة ورجع جاب العيد مرة ثانية ومسكوه الشرطة مرة ثانية. وقبل فترة منزل منشور على انستغرام كتب فيه رسالة ساخرة جدا من السلطات: ما راح تقدرون تمسكوني، أنا في كون آخر. نزل المنشور، أخذ عليه كم لايك، أخذ عليه كم سكرين شوت، وراح حذف حسابه. أوه ماي جاد، إيش يسوي في ذا فلاش؟ شكله مصدق إنه من جد في عالم موازي. يدير بالذكر يا جماعة إنه شركة وارنر براذرز أعلنت إنها ما راح تشتغل مع هذا الممثل أبدا، ولا أحد يدري كيف ممكن يأثر هذا الخبر على أفلام شخصية ذا فلاش القادمة. يعني والله دي سي مساكين، يلاقوها منين ولا منين؟ يلاقوها من الممثلين ولا من الإدارة تبن اللي يفترض إنها الحين تغيرت إن شاء الله وبتصير أحسن بإذن الله. ولمحبي سلسلة الأنيميشن أفاتار، ثلاثة أفلام من قيد التطوير. لا مش أفاتار صاحبنا الأزرق هذا اللي من قبائل النافي، لا حبيبنا الأصلع أبو سهم، ياب شكرا لك، هو ده. ما في أي تفاصيل إضافية عن هذا الخبر، ولكن قريبا إذا توفرت أي تفاصيل إضافية راح أشاركها معكم في برنامجنا. فاكرين فيلم مان اون فاير لدينزل واشنطن؟ واحد من اروع افلام دينزل واشنطن. اسم الفيلم مان اون فاير، او رجل احر من الجمر، او رجل على احر من الجمر. فيلم حرفيا على احر من الجمر يخليك. المهم يا جماعه انه كان معاه في هذاك الفيلم بنت صغيره، فاكرينها اللي كان يحرسها؟ ياب، الممثله هذيك اسمها داكوتا في الواقع مش في الفيلم. تخيلوا الفيلم هذا مان اون فاير نزل قبل 15 سنه او قبل اكثر من 15 سنه تقريبا، واليوم تعود الممثله داكوتا بعد ما صارت كبيره مره كبيره وتشارك دينزل واشنطن في الجزء الثالث من السلسله شهيرة The Equalizer. يا بريونيون رهيب صراحة. تم نشر صورة أولية من فيلم الكوميديا والفانتازيا والمغامرة باربي. باربي ما غيرها اللعبة، يا باربي سووا لها فيلم حي. راح يكون من بطولة الممثلة مارجو روبي والممثل رايان غوسلينج. من أدوار جدية ورهيبة كذا فجأة صلتوا في عالم باربي، أحا. وللأمانة الفيلم إلى الآن ما هو موضح هل هو للكبار فقط ولا عائلي ولا إيش سالفته بالضبط، ولكن المعلومات المتاحة حاليا عن الفيلم إنه إيش، باربي تقرر الخروج من مدينتها الوردية وتروح تستكشف العالم الحقيقي. سلسلة الأنيميشن بوس إن بوتس تحصل على جزء رابع، وتم الإعلان عنه من فترة وراح يتم عرضه في صالات السينما هذه السنة في شهر ديسمبر. فيلم ثور لاف أند ثندر قد يكون الأخير لشخصية ثور الرجل وليس الأنثى، وربما بعد فيلم ثور لاف أند ثندر ما راح نشوف أي ثور ذكر أبدا، وراح ينتقل الضوء والمطرقة إلى ثورة. أنت أحس شكلها غريب وأنا أقول لها ثورة. حرفيا الحين عالم مارفل كله بنات، It's okay ما فيها مشكلة، بس ليش تحشوهم كذا دفعة واحدة؟ يعني عادي قسموا الأدوار ما بين الاثنين. ونختمها بخبرية عن آل باتشينو، حيث أعلنها بكل فخر واعتزاز وقال: تيموثي شالاميت ممثل رائع، ولو فيه أحد راح يقدر يقدم دور آل باتشينو وهو صغير راح يكون الممثل تيموثي هو أفضل خيار. قبل فترة يا جماعة قلت لكم إنه هذا الولد راح يجيب أوسكار يوما ما، الولد هذا جدا موهوب، واليوم آل باتشينو يؤكد على كلامي بشهادته لهذا الشاب اللطيف. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية أخبار اليوم. أنا كل ما أقول الفيديو ده بيكون أسبوعي أكتشف إنه الأخبار مرة كثيرة، شكلنا كل يومين بنسوي فيديو زي كذا، ما أعرف صراحة كيف النظام، بس بنشوف مع الوقت. إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. لايك لو عجبكم الفيديو، شاركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، ولا من هذا كله تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.